أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة. وكل يوم المشاركة السياسية حق للجميع، حق لكل المواطنين بما فيهم بطبيعة الحال المعاقين، لأنه لا يعقل أن 10% من الشعب المصري أقصيه أو أحرمه من المشاركة السياسية اللي بالفعل بتواجه عقبات كثيرة بالنسبة للمعاقين. علشان كده هنحاول ان احنا نتباحث حول هذه العقبات ونحاول ان احنا نذللها مع اثنين من المتخصصين في هذا المجال، خصوصا ان احنا مقبلين على انتخابات البرلمان والدستور المصري اقر وطبعا يعني هو بيأكد على حق لكل المصريين وحق للمعاقين والمصريين في الخارج والمرأة والاقباط والى اخره ان هم يمثلوا بشكل جيد في البرلمان المقبل. معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الأستاذ محمد الشعراوي، وهو رئيس الجبهة المصرية للدفاع عن الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. بنرحب بك يا أستاذ محمد ومنورنا، شرف كبير إن أنت تبقى معانا النهاردة، وسعداء إن أنتوا فاعلين وفايترز وبتحاربوا من أجل حقوقكم وحقوق كل أفراد الشعب المصري. منورنا يا أستاذ محمد، أهلا بك معانا. منور بحضرتك، شكرا يا فندم. ومعنا أيضا مشاهدينا المتحدث الرسمي باسم هذه الجبهة، وهي الدكتورة ميرفت هلال. مساء الخير يا دكتورة، منورانا، أهلا بيكي. طيب دلوقتي الأول يعني مصطلح أو الكيان اللي يسمى الجبهة المصرية للدفاع عن الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، عايز أعرف من حضراتكم نشأته والمهام المنوطة به، يعني من اسمه أنه يدافع، لكن هل له يعني أي مهام أخرى موكلة إليه؟ أكيد طبعا، هي جت الفكرة طبعا بعد صدور القانون الانتخابات الأخير، واللي إدى الفرصة لثمان أشخاص من ذوي الإعاقة يمثلوا على القائمة الانتخابية، وده أماكن محجوزة لهم تقريبا في مجلس الشعب القادم. من ضمن بالتعيين يا أستاذ محمد، لا مش كده؟ بالانتخاب غير الأشخاص المعينين، ده إحنا بنتكلم دلوقتي اللي هم المخصصة بالترشيح على القائمة الانتخابية. خلاص التعيين إحنا عاملين له جزئية تانية، احنا عاملين في الجبهة معايير للأشخاص ذوي الإعاقة اللي هيمثلوا ذوي الإعاقة الآخرين في مجلس النواب القادم. المعايير دي احنا بنشرحها للأحزاب ان هو يتم اختيار الأشخاص بمنطلق المعايير اللي احنا حطنا في الجبهة. وعاملين آلية كمان للمجلس القومي كمساعدة للمجلس القومي في اختيار الأشخاص المعينين، لأن احنا بنتكلم في 10 أماكن على الأقل، سواء بالتعيين سواء بالترشيح للأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. وسيدة ميرفت، يعني المهام بقى المنوطة بهذه الجبهة باعتبارك المتحدث الرسمي باسمها، يعني هل مشغولين بقضايا أخرى غير الدفاع عن حق المعاق في أنه يمارس الحياة السياسية أو يكون ليه يعني دور في المشاركة السياسية؟ لأن ده حق الحقيقة مكتسب، يعني تكفله الأمم المتحدة وكل الدساتير العالمية أن لا يحرم المعاق من أن هو يمارس حقه السياسي، فسواء بالانتخاب أو بالترشح، أو يعني ما فيش شيء يمنعه في الدستور وفي القانون وفي كل العالم، دي مسألة متعارف عليها. فالجبهة منوطة بس بالجزئية دي ولا في مهام أخرى؟ الجبهة دلوقتي مهمتها الأساسية زي ما هو من الواضح من المسمى بتاعها الدفاع عن الحقوق السياسية. بما أن احنا داخلين على مرحلة جديدة، احنا في ظل دستور أعطى لأول مرة بيعطي للمعاقين جزء كبير من حقهم، 9 مواد ذكرت اسم ذوي الإعاقة، وبالتالي نحن نحتاج لتأهيل سياسي. المعاقين بشكل عام يحتاجوا لتأهيل سياسي حتى يكونوا مؤهلين للمرحلة القادمة. يبقى ده هيكون دور الجبهة يا أستاذة ميرفت، مش بس الدفاع إذن، هو ده اللي بسأل عليه. احنا لسه هنكمل. فأول نقطة الجبهة هتهتم بيها إنها هتهتم بنقطة التأهيل السياسي للمعاق ذوي البرلمان. لازم المعاق ده يثبت جدارة ويثبت إمكانية إن هو يستحق هذا المكان. مش اي معاق، مش معاق هيقعد بس على الكرسي ويقول موافقه وخلاص يبقى احنا اثبتنا ان في 8 او في 10 معاقين في البرلمان. لا، احنا عايزين يكونوا معاقين فاعلين، معاقين بيدافعوا عن هذا الكيان الكبير. هننتقل بعد كده من جزئيه ان مجلس النواب، ننتقل للمجالس المحليه كما ورد بمواد الدستور، هننتقل لمجالس المحافظين برضو كما ورد بالدستور. الجبهه معنيه بتمثيل سياسي كامل لذوي الاعاقه. يبقى تمثيل اذا يعني بشكل فعلي مش بس الدفاع، يعني بس قصدي انه الجبهه ملهاش سلطان اظن، بس هي التي تطالب، هي التي تسعى، هي التي يعني تتقدم. تمام. لا، هي اللي ترشح كمان يا استاذ محمد مثلا، هي اذا طلب منها الترشيح فاحنا عندنا فعلا الكوادر مؤهله وعارفينها شخصيا، يعني ان هي تخش المجلس الشعب القادم. ده غير ان احنا زي ما قالت الدكتورة ميرفت ان احنا ممتدين، الجبهة دي ممتدة وليست مجلس النواب فقط، بل انا عايز اخش الحياة التنفيذية عن طريق المجالس المحلية. واللي يخش المجالس المحلية بيبقى كادر بيؤهل بعد ذلك للمجالس النيابية. بالظبط.
طيب يعني بناء على المعايير يا استاذ محمد، يعني بناء على ايه بتختاروا يعني، او من وجهه نظركم من هو المؤهل من وجهه نظر حضراتكم؟ والله احنا عاملين معايير عامه، اولا يفضل يكون من ذوي المؤهلات العليا تمام، ان امكن يفضل، لو ما امكنش يبقى ذوي مؤهلات متوسطه. ثاني حاجه ان يكون ليه بصمه واضحه في خدمه ذوي الاعاقه او خدمه القضيه، ان يكون حسن السمعه بين الاشخاص ذوي الاعاقه، انه يكون معروف بالنسبه لهم يعني، معروف، لان احنا عددنا لا يقل من حوالي 13 ل 15 مليون تمام. يعني 10% ده رقم صحيح؟ لا رقم اكتر، اكتر من 10%، لان منظمه الصحه العالميه قالت في الدول الناميه. ده رقم كبير، رقم كبير جدا. لا اكتر كمان يعني، احنا تقريبا من 15 ل 7 بنتكلم على الوضع القائم. من 15 ل 20% ده النسبه المقترحه من منظمه الصحه العالميه بخصوص الدول الناميه، واحنا منهم. خلاص، فاحنا بنتكلم في 15 مليون، واحنا على قد العدد كبير، على قد ما احنا عارفين بعض يعني، بنلم بعض بسرعه، عارفين بعض كويس قوي، مين اللي يقدر ومين اللي ما يقدرش، مين اللي عايز ياخدها كقضيه ويحملها على عاتقه ويحارب من اجلها، ومين اللي عايز يخش مجلس الشعب عشان يبقى اسمه نائب في مجلس الشعب فقط وليس اكثر من ذلك. فاحنا معروفين مين هم. انا هضيف نقطه بس استاذ الشباب، استاذ محمد شعبه بيقولها نقطه مهمه جدا، ان الجبهه مش بتحدد معايير من منطلق ان هي جبهه مكونه من عده افراد، لا، دي الجبهه دي مكونه من اكتر من 52 تكتل سياسي وحزبي ومنظمات عمل مدني. يبقى اذا احنا مش مجموعه افراد بنشكل معايير، فبالتالي المعايير دي ممكن تقبل الصح او الخطا، هي في كل الاحوال هتقبل الصح او الخطا، ولكن احنا معانا تكتلات سياسيه كبيره جدا، معانا احزاب، معانا مؤسسات عمل مدني كبيره جدا، وده كله تحت اسم الجبهه، عشان كده احنا قلنا جبهه، ما قلناش مثلا جمعيه او اي مسمى تاني. سمعت استاذه مرمت باعتبارك المتحدث الرسمي ان هي بتنسق مع بعض الاحزاب، ان في مشاورات مع احزاب، بس السبب الحقيقه انا كنت يعني عايزه افهم، بتشاوروا احزاب عشان تنتموا لها، ولا علشان ترشحكم هذه الاحزاب مثلا للدخول على قوائمها في البرلمان؟ لا، الحقيقه احنا مش بنروح للاحزاب عشان خاطر ننضم لهم، احنا بنروح للاحزاب بنطرح فكر الجبهه، فكر الجبهه اللي هو المعايير اللي الجبهه وضعها بالتنسيق مع 52 تكتل. طب والاحزاب مالهم؟ انا قصدي لماذا ذهبتوا الى الاحزاب؟ عشان الاحزاب دي المفروض في قوائم هتتحط، القوائم دي قوائم حزبيه، يعني هم الاحزاب هتتحطوا على قوائم الاحزاب. احنا الوقت القوائم اللي لحد دلوقتي عباره عن اربع قوائم. طب ليه ما تبقوش بشكل فردي؟ يعني قصدي ليه عايزين تتحطوا في قوائم الاحزاب؟ لا احنا مش عاوزين ده يا فندم، ده هو ده قانون مجلس النواب. انا بتساءل قال ان في اربع دوائر فيهم دايره 45، دي من ضمنها ثلاثه ذوي اعاقه، دول اثنين، وفي دايرتين اثنين فيهم واحد ذوي اعاقه، يبقى طيب. احنا بنقول 3 3 6 و2 8 يبقى دول اثنين على قوائم حزبيه، اذا هم الحزب اللي هيختارهم، عشان الحزب يختار بشكل صحيح احنا بنقول للحزب عشان خاطر تختار احنا عندنا معايير 1 و2 و3 وعندنا ناس مؤهله ممكن حضرتك تختارها من خلالنا تمام. ولكن ليس للانضمام لاي حزب. طيب يعني ما فيش شرط انه اللي هيرشحه حزب ما يكون عضو فيه؟ لا مش شرط. تنطبق يعني احنا بنوصل لفكرنا، عايزين نوصل فكرنا للاحزاب ان انت عندك معايير اختار من خلالها، مش اي معاق. بس مش لازم المعاق يكون عضو في الحزب اللي لا مش لازم. لا مش شرط. لا لا اطلاق اطلاق. وبالتالي للاسف ان احنا لما فرضنا على الاحزاب في القانون الانتخابات الجديد الاخير خلاص، كل الاحزاب الاغلبيه كونت امانات لذوي الاعاقه عندها، ما كانتش مفعله عندها ولا كانت موجوده اصلا، واحزاب قويه وكبيره وعريقه للاسف، لكن لما فرضنا عليها ابتدوا يجروا على ذوي الاعاقه. طب انتوا كنتوا فين يا جماعه من زمان؟ يعني انتوا لا عندكم درايه بذوي الاعاقه ولا القضايا بتاعتهم ولا مشاكلهم، واحنا ولا لينا دعوه. القانون ده مضايقكم ولا عاجبكم؟ هو مضايقنا في جزئيه ومختلفين معاه في جزئيه، يعني احنا او حابينه في جزئيه، ان هو فعلا فرضنا وادانا الحق السياسي، التمثيل السياسي تمام، يعني سوري، القائمه اللي مش اللي هتتكون من 3 ذوي اعاقه في القوائم الكبيره اللي هي مكونه من 45 دي هترفض تماما تمام من اللجنه العليا للانتخابات، دي حق في حد ذاتها كويس، لكن انا رافض ايه ان هو يخلي فيه حد واصي عليا، يعني فاهم حضرتك معايا؟ يعني هم طب مين اللي هيكون واصي عليه؟ هو شرط المجلس القومي للمعاقين يتم من خلاله الترشيح، يعني هو يوافق او ما يوافقش. ده غلط. ليه بقى؟ ليه غلط؟ ايه حيثياتك؟ هقول لحضرتك حيثياتي، لان انا زي اي حد، انا مش محتاج وصايه من اي حد خلاص، انا زي اي حد من حق ان انا اتقدم واترشح
بشكل فردي يعني، فردي او سواء الاحزاب أو خلال القوائم. اشمعنى طب اشمعنى ما قالش ان الاقباط تاخدوا موافقه الكنيسه؟ اشمعنى ما قالش ان المراه تاخد موافقه المجلس القومي للمراه؟ اشمعنى؟ طيب هي مش فكره تنظيميه ولا هي فكره سلطويه ترويج؟ لا سلطويه، هي طلعت سلطويه. كمان ممكن اضيف حاجه برضه استاذ محمد بيقوله، الفكره ان هو لو اساسا المجلس مفعل، يعني لو المجلس مفعل وبيقوم بدوره ومعروف لدى جميع ذوي الاعاقه، المجلس فيه ناس كتير جدا ما تعرفوش الا من خلال التلفزيون، لكن غير كده المجلس ما بيقومش باي دور اطلاق. طب الجبهه بتاعتكم مش بتحاول تنسق مع هذا؟ بنحاول المجلس. بنحاول واحنا حاطين له حتى كمان طلبنا من ضمن التوصيات الجبهه ان احنا نتقابل مع الامين العام للمجلس. انتوا ما قابلتوش عمركم قبل كده؟ يعني لا قابلنا الدكتور المساح في حاجات كتير، وانا واحد من الناس اللي شاركوا في وضع ماده الدستور المعنيه بالمعاقين. الماده كنت في لجنه الدستور ولا انا كنت في لجان الاستماع؟ وانا واحنا اللي مساعدين الدكتور حسام المساح في نصوص المواد دي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا مش عايز حد واصي عليا يعني. طب ليه بتسميها وصايه يا استاذ محمد؟ يا فندم انا لما انا دلوقتي انا واحد عايز اترشح، ممكن المجلس القومي يقول لك ده لا يصلح. طب انت ايه اللي تعرفه ان انا اصلح ولا لا اصلح؟ يعني انا زي قلت لحضرتك اشمعنى؟ طب والحزب يعرف منين اذا كنت تصلح ولا لا تصلح؟ يختبرني. وعشان كده احنا بنعمل تواصل مع الاحزاب، عشان كده انشات الجبهه. تمام، عشان سؤال حضرتك ده اللي هو الحزب يعرف منين؟ ما عشان الحزب يعرف منين احنا بنروح بقى بنعرف، بنقول احنا عندنا كوادر جاهزه، عندنا ناس فعلا لو حضرتك حبيت تستعين بيهم احنا ممكن ندلك على الناس الكويسه، الناس اللي فعلا جديره بالمكان دوت، الناس اللي تنطبق عليها معايير ومتفق عليها اغلب ذوي الاعاقه. تمام. طيب دلوقتي المشاكل المعاقين انتوا اتكلمتوا عن فيما يخص موضوع البرلمان وان احنا ننزل على احزاب والى اخره. طيب مشاكل المعاقين اكيد كتيره، بس قصدي فيما يخص المشاركه السياسيه، ايه العائق الثاني؟ يعني ايه المعوقات اللي بتقابلكم غير موضوع البرلمان وموضوع ما اسميتوه انتم وصايه من المجلس والنزول على قوائم الاحزاب والى اخره؟ ايه تاني المشاكل اللي بتواجهكم في المشاركه السياسيه؟ هي تعتبر في مشكله كبيره جدا، تعتبر من اهم المشاكل، اللي هي عدم استطاعه الاشخاص ذوي الاعاقه ان هم ينزلوا مستقلين او ينزلوا بشكل فردي. ما فيش واحد ذوي اعاقه هيقدر ينزل بشكل فردي. ده ممنوع يعني؟ ده مش ممنوع يا فندم، ده حاجه شبه مستحيله. طب ليه؟ لان الانتخابات دي انت عشان تعمل حضرتك، عشان حضرتك تعملي نائب برلماني، ده محتاج ملايين ومليانه وراه. يعني ده حد محتاج يكون معاه ملايين عشان خاطر يقدر يفرض نفسه. بس دي مشكله عامه مش خاصه بالمعاقين بس يا دكتور. بس هي بس المعاقين اكتر. لا انا اقول لحضرتك حاجه ثانيه تكمله لكلام الدكتوره، ثقافه المجتمع بالظبط دي اكبر عائق. يعني ان انا انزل فردي صحيح، خلاص المجتمع ينظر ليا ان انا انسان غير قادر على العمل، غير قادر على العطاء، غير قادر على بناء الوطن، على خدمته. تمام، وهي دي اكبر عائق من وجهه نظري. يعني سيبك من العائق المادي، ده طبعا ضروري جدا خلاص، لكن العائق ثقافه المجتمع يبقى اكبر. يعني المفروض يعني انا ممكن في معاقين، في رجال اعمال معاقين، بس طبعا مش هيقدروا يدفعوا فلوس وهم في الاخر عارفين ان هم يسقطوا بسبب وجهه نظر المجتمع ليهم. طب هل في اعاقه معينه بيحددها القانون بتمنع شخص من الترشح؟ الاعاقه الذهنيه. الذهنيه فقط. طب لو واحد اخرس مثلا، انا بتساءل، ولا دي ما لا تعتبر اعاقه؟ لا الصم المفروض ينزل. حضرتك للاسف حتى الدستور بتاعنا اخفق في حاجه، ان لغه الاشاره ما ادرجتش ضمن الدستور، مع ان الدول المتقدمه كتير ان لغه الاشاره لغه رسميه. بالظبط، لم يعترف بها كلغه رسميه. بالظبط. طب اذا الاصم او حتى الاخرس، يعني هل من حقه حق القانون ان هو ينزل؟ هو من طب ازاي عندما لا يستطيع ان يتحدث مثلا في مترجم اشاره؟ لغه الاشاره. تمام. الاشاره بالزبط. تمام. طيب المشاكل الخاصه بالانتخاب بقى نفسها، يعني دلوقتي في اللجان الانتخابيه ما فيش لجان اظن للمعاقين. هو في الفتره الاخيره يعني. في الرئاسه اللي احنا شفنا يا دوبك طفره، يعني في طفره. ايه بقى ايه الطفره؟ يعني ان اللجان تبقى في الدور الارضيه، الادوار الارضيه لذوي الاعاقه الحركيه بالذات. تمام، لصعوبه طبعا الكراسي المتحركه، الصعود للاعلى، والحاجات دي. المفروض بعد كده يبقى في مثلا طريقه الانتخاب عن طريق البرايل للمكفوفين. تمام، ده حصل يا استاذ محمد؟ لا لا لسه السنه دي. طب وانت انتخبت ازاي؟ انا انتخبت، والدي دخل معايا. يعني احنا كنا بنطالب وده يسمح بدخول المرافق طبعا. اصل انا سوري، يعني انا ما اضمنش اللي جوه اللجنه هيعمل ايه. ما هو ممكن انا رايي حاجه وهو رايه حاجه. حضرتك فاهمين؟ وحصلت على لكن وحصلت. المعاق ايا كانت اعاقته غير الاعاقه الذهنيه ان هو ينتخب، يدلي بصوته او يترشح. حتى المعاقين الذهني المفروض ان انا هاهله المكان لده. حتى انا مش عارف ازاي انا اعترض برضو على الموضوع ده، الاعاقه الذهنيه دخلوها في انتخابات الرئاسه.
دخلوها ولا سبقوها؟ لا سمحوا لها للانتخابات الرئاسة، بس ازاي؟ مع احترامي الشديد يعني ايه هو في هي المسألة جدلية يعني. بالظبط مسألة جدلية. بالظبط تمام. طيب احنا نتمنى الفترة اللي جاية ان شاء الله يكون في تفعيل اكتر، يكون في يعني لازم يكون في مثلا اتاحة للمعاقين حرفيا، لازم يكون في وسيلة معينة للمعاقين بصريا يعني تعمل حساب الناس دي كلها، الناس دي في البرلمان او في او في اللجان الانتخابية، طريقة الانتخاب نفسها يعني الناس دي كلها تعمل لها حساب. بس يعني المشاكل كتير زي ما قلنا يعني، بس احنا بنحاول ان احنا ايه نحصرها. طيب بالظبط. ولذلك احنا بنطالب في الجبهه ووضعنا المعايير دي، لان احنا لاننا عايزين اشخاص اقوياء هم اللي هيسنوا القوانين الخاصه بذوي الاعاقه والقوانين بالزبط. غير الخاصه بكل فرد مصري، تمام، اللي هو ترجمه الدستور الجديد الى قوانين. فطبعا انا عايز ما ده دور البرلمان. بالظبط هو ده. لا انا عايزه ناس اقوياء، بس مش تقول موافقة موافقة نزل ايدك مش موافقة كده. طب ايه اللي هيخليهم قوي؟ القوي اللي احنا المعايير ناس اقوياء، ناس معروفة، ناس ليها باع في خدمة القضية، ناس مؤهلة سياسيا، مؤهلة سياسيا، فاهم يعني ايه كلمة. طب مين يحكم على مين؟ انا قصدي مين الجهة او الكيان يمكن لهذا السبب لجأوا الى المجلس؟ انا مش بدافع، انا بحاول افسر، بحاول افكر معاكم بصوت عالي. طب حضرتك تضمني يعني انا اضمن كحزب ان المجلس ده ما يرشحليش اللي هو عايزه؟ طب وايه اللي يضمن لي ان الجبهه برضو مش هترشح لي الا اللي هو عايزه؟ يعني لا لا دي اشكاليه، الموضوع جدلي جدا. هقول لحضرتك حاجه، الجبهه حياديه تماما، تمام، لكن المجلس القومي المفروض بعد وجود مجلس نيابي هيبقى تابع ليه ككيان مستقل عن الحكومه، خلاص ده بنص الدستور، تمام. فانا عايز ناس اقوياء يقدروا يراقبوا كمان على المجلس القومي ده، خلاص هم يبقوا المنوطين بالمراقبه على اداء المجلس القومي، عندي منوطين بوضع قوانين الخاصه بذوي الاعاقه، والناس متعلمه. لان طبعا حضرتك في فرق بين كلمه في القانون او وكلمه و ده تختلف المعنيين تماما، خلاص. فانا لازم ناس فاهمه، ناس قويه، يعني زي ما انا بقول دايما احنا عايزين ناس وحوش جوه. احنا يعتبر دور الجبهه برضو مش احنا مش على فكره مش ضد المجلس ولا بنهاجمه، احنا بنقول دورنا تكميني مع المجلس. يعني برضو لما نكون اكتر من جهه دايما بيقولوا الاجماع على الشيء. مين الكيان يعني المفترض يعترف بيكوا؟ يعني مفترض مين اللي يديكوا شرعيه او يعترف بوجودكم؟ حضرتك الجبهه دي تحت رعايه النقابه المستقله لذوي الاحتياجات الخاصه بالقاهره، تمام. ده كيان يستطيع ان يفصل او يحسم او المفروض من المفترض كنقابه لذوي الاحتياجات الخاصه. طب النقابه ليه مش هي اللي ترشح؟ اقول لحضرتك حاجه، لان مش شرط النقابه كل اللي ترشحهم اعضاء عندها، انت فاهماني حضرتك ازاي؟ لكن ممكن كجبهه منبثقه من النقابه هي اللي ترشح. احنا قلنا الجبهه برضو عباره عن عده تكتلات وعده كيانات، انما بالزبط. النقابه ده كيان واحد فقط. ما هو النقابه يا فندم المعاق اللي عايز يشارك في الحياه السياسيه لازم يبقى عضو في النقابه، يعني ايه اللي هيمنعه ان هو يبقى عضو في النقابه؟ مش لازم. الحياه السياسيه تختلف عن الحياه الخدميه بتاعت النقابه، يعني احنا بنقدم خدمات نقابيه عادي جدا. بالظبط، دور خدمي ممكن نضيف عليه جزء سياسي ولكن ليس كله سياسي. بس اللي عايز يخدم عموما، ما هي السياسه المفترض ان هي خدمه الشعب او الجمهور او المفروض، لكن احنا بنقول الجبهه تاهيل سياسي ودفاع عن حقوق سياسيه. يعني انتوا بتدوا كورسات، بتدوا تدريبات؟ طبعا للاشخاص خلاص اللي هيتم اختيارهم مثلا، المفروض ان في حاله الاتفاق على اشخاص معينين دول هيتم تاهيلهم وهيتم يعني عمل لهم دوره على اي ناس. ابتدي اهل ولا المفترض اخد ناس مؤهله؟ لا مؤهله سياسيه. ازاي؟ ايه المعاني السياسيه؟ يعني ايه اعداد مرونه عامه للدوله؟ عنده أساس. يعني ايه وضع قانون؟ مش شرط يبقى قانوني يعني راجل خريج حقوق، لا يعني فاهم يعني ايه قانون، عنده ثقافه سياسيه. ثقافه سياسيه ده اللي انا بزودها عشان يكون مؤهل لهذا المكان. طيب في رايي ان في مشكله كمان بتواجه المعاقين، مشكله ليها شقين، الاستقطاب او التهميش، اما او يعني اوقات المعاق ده ممكن يتم استقطابه من قبل جماعه معينه او حزب معين او الى اخره، وممكن طبعا يتم تهميشه. وانتوا منزعجين من فكره التهميش وده حقكم تماما، واحنا معاكم في ده قلبا وقالبا، لكن ماذا عن الاستقطاب؟ ما كلموني بقى هتعملوا ايه عشان ده يتم استقطاب المعاق. يعني السنه اللي فاتت في شهر 1 2013 كوننا تيار سياسي كده برضو، كان برضو مهمته الاتفاق مع الاحزاب، لان كانت كل انتخابات مجلس شعب او رئاسه يا معاقين انتوا عايزين ايه؟ طب تعالوا انتخبوا من الحزب الفلاني واحنا هنعمل لكم وهنسوي، وبعد كده ما حدش يلاقيهم لانهم كانوا بيستغلوهم ككتله تصويتيه، تمام، وليس اكثر من ذلك يعني.
تمام. حتى انا بقول لحضرتك اهو، يعني اغلبيه الاحزاب كانت في الفتره اللي فاتت ما قبل القانون ما كانش عندها لجان، اصلا لجان معاقين ولا يعرفوا عن المعاقين باي حاجه. ده بقى بالظبط بينطبق على نقطه التهميش. ما احنا بالظبط ده التهميش. انتقلنا بقى من نقطه التهميش دلوقتي لنقطه الاستقطاب، بما ان انت كتله صوتيه بتمثل اكتر من 13 او 14 مليون، يبقى اذا انا في حاجه ليك، انت هتجيلي عشان انا محتاجك كصوت، بصرف النظر عن الجداره او الامكانيه او الاستحقاق او اي شيء من هذا. عشان كده بنقول احنا انشانا الجبهه عشان نحط الانسان المناسب في المكان المناسب. طيب اذا كان تعرفوا يعني ليكوا سلطان على بقيه المعاقين، يعني فريدي مثلا فعلا جماعه زي الاخوان المسلمين ولا اي جماعه حاولت ان هي تستقطب المعاق مثلا بدافع حقوقه عشان يمشي معاهم في مظاهره ولا يعمل لهم عمليه ارهابيه، يعني انا قصدي ايه الكيان؟ ما فيش اكيد كيان واحد لامم او جامع الناس كلها. احنا عشان كده دي المشكله، هذا التشرذم كارثي. يعني انتوا وانتوا قاعدين ذكرتوا لي بتاع اربع خمس كيانات لها علاقه بالمعاقين، طب ليه ما بيتمش التنسيق مع الكيانات دي كلها؟ هو ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، ده اللي احنا بنحاول نعمله. يعني انا دايما اقول حاجه، ان احنا لو دخلنا مجلس الشعب ب10 اشخاص اقوياء زائد مجلس قومي قوي مستقل يتبع مجلس النيابي زائد المجالس المحليه، يبقى المعاقين كسبوا مكاسب لا حصر لها. تمام. وهيظهروا بعد كده. وخلي بال نقطه حضرتك مهمه جدا، ان الماده الدستوريه اللي ادتنا تمثيل مناسب في المجلس النيابي ماده انتقاليه، يعني هو الدوره الجايه فقط تاني. وهتتلغي خلاص. يعني مش هيبقى لنا تمثيل اجبار على الاحزاب لازم تاخد 3 من ذوي الاعاقه في القائمه الكبيره او 1 من ذوي الاعاقه في القائمه الصغيره. خلاص انت زيك زيهم زي اي حد فرد، انزل فردي. ودي لازم انا اثبت وجودي كمعاق جوه المجلس الشعب عشان الشعب حتى ينتخبني. لما انزل في دايرتي لا الراجل ده عرف وجاب حق وعرف يخدم البلد. دي فرصه لابد من اقتنائها. طب هل كل اعاقه لها كيانها؟ يعني مثلا في كيان يشمل المعاقين بصريا، كيان اخر يشمل ده هتلاقي جمعيات حركيه ولا جمعيات. احنا بنحاول بقى دلوقتي ان احنا طب على تواصل بهذه الجمعيات. طبعا معانا مشتركين كيانات كتير جدا من كل انواع الاعاقات، نتواصل معاهم حتى نخرج في الاخر بكيان واحد. لان احنا يهمنا اولا واخيرا ده مهم جدا. طبعا مصلحه الوطن قبل اي شيء، مصلحه الوطن اولا ثم مصلحه ذوي الاعاقه. من هذا المنطلق بنحاول دايما نكون كلنا صوت واحد. ما المصلحه العامه للوطن هتصب في مصالح كل فئات المجتمع. طب برنامج المعاق هيدافع عن حقوق المعاقين زمايله بقى فيما يخص الصحه، التعليم، قانون، في كل قانون حاجة كامل في كل شامل حاجة. وبعدين مش هيدافع عن حقوق المعاقين فقط، هذا المواطن جزء من الشعب. المعاق ده واحد زيه زي بقيه الشعب. التخصص مش عيب، يعني مش جريمه ان هو يدافع عن حقوق زمايله، ولكن برضه هو هيعتبر هيبقى جزء قضيه الاعاقه دي جزء من اهتماماته وليس كل اهتماماته. تمام. لازم المجتمع زي ما كنا لسه الاستاذ محمد بيتكلم على ثقافه المجتمع، لازم ثقافه المجتمع تتغير. لازم عشان كده بنقول نحط اشخاص مؤهلين عشان يثبتوا للناس ان احنا عندنا جداره، مش نقدر بس ندافع عن حقوقنا، لا نقدر ندافع عن المجتمع بشكل كامل، نقدر كمان نجيب حقوق الناس كلها من حوالينا. طب المعاق ليه في حقوق في القانون اللي هو بتاع حق حقوق الانسان، ليه في قانون حقوق المراه، ليه في قانون الضبط والحبس والحاجات دي، كل ده احنا لينا فيه. يعني لان احنا مواطنين مصريين زينا زي اي حد خلاص لينا فيه، فهو لازم يدافع عن المصري سواء معاق او غير معاق، لانه هو نائب عن الشعب وليس نائب عن المعاقين. بالتاكيد بالتاكيد، لكن بالتاكيد ايضا مشاكل المعاقين كثيره، يعني المشاركه السياسيه زي ما قلنا النهارده، حقهم في الحياه بشكل طبيعي، مواصلات، شوارع، ثقافه مجتمع زي ما قالوا ضيوفنا الاعزاء. ومش عيب ان المعاق يدافع عن حقوق زمايله، لكن مفترض ان الدوله كلها، كل الكيانات الدوله المصريه تدافع عن حقوق هؤلاء المواطنين المصريين اللي انا بشكرهم شكرا جزيلا. ومره ثانيه باكد انه كان شرف كبير لقائهم النهارده، الاستاذ محمد الشعراوي والدكتوره ميرفت هلال، وهم زي ما قلنا من الجبهه المعنيه بالدفاع عن حقوق المعاقين في مشاركه سياسيه وفي اشياء اخرى. عايزين نقول بس ان احنا عندنا مؤتمر ان شاء الله بصاد مؤتمر الاول للجبهه، ده هيكون يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله الساعه 6 مساء في قاعه نادي المعلمين بالجيزه اللي هو في شارع البحر الاعصم. ده عشان يعني كل يعني الجهات المعنيه بذوي الاعاقه وكل الاشخاص المهتمين والاحزاب وشخصيات عامه وشخصيات سياسيه اللي هو بعد بكره سواء من مجتمع الاعاقه او من خارج مجتمع الاعاقه. واحنا من هنا بنقدم دعوه ان احنا فاتحين ايدينا او فاتحين صدورنا للجميع، ويسعدنا التواصل مع كافه الاطراف المعنيه. تمام. انا بشكركم شكرا جزيلا، نورتونا وشرفتونا النهارده. مشاهدينا بكده تكون انتهت حلقتنا،
بكرة حلقة جديدة وفريق عمل جديد وكل يوم.